نقلت وسائل الإعلام الأمريكية أخبار جديدة عن الثنائي الشهير أورلاندو بلوم ومطربة البوب كيتي بيري، وهالشي بعد يوم واحد من مشاهدتهم سوا بالحفل الكبير لفانيتي فير بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار، ويلي ما أظهروا فيه أي تواصل يذكر بخلاف وقوفهم بجانب بعض كرمال يتصوروا. فقد شوهد أورلاندو بلوم عم بداعب فتاة عشرينية وبدأ سعيد معها، بس هالشي مش أكيد إذا كانت هالفتاة هي صديقة بلوم الجديدة أم إنها كارت الهروب اللي استخدمه ليلة الحفلة تينهي علاقته المتوترة بكيتي بيري.